حول القمة العربية، وحول مشاركة بشار الأسد، وحول مفهوم الدول الوطنية، وحول مفارقة أنه من 77 سنة كانت القمة العربية الأولى في أنشاص وفي قصر الملك فاروق عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين. والنهاردة لسه بنتكلم عن نفس القصة. أنقل هذه المشاهد إلى ضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب، الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. عليكم السلام يا دكتور، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أبدأ معك في الحقيقة من تقرير الأهرام النهاردة عن القمة العربية الأولى في قصر الملك فاروق من 77 سنة، كان عنوانها أنها قمة تأسيسية لمنع العدوان على فلسطين. النهاردة الصبح وقبل ساعات من القمة 32 بعد 77 سنة لا زال هناك عدوان إسرائيلي على فلسطين، كيف ترى هذه المفارقة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك وتحية لكل المشاهدين. يعني هو حضرتك بتتكلم عن تجربة من وجهة نظري يعني تجربة مريرة وتجربة شريرة السلبية، لأن عندما نتحدث عن الجامعة العربية التي تأسست في مارس 1945 كان ينظر إليها على أنها يمكن أن تكون أهم تنظيم إقليمي في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أنها ضمت في ذلك التوقيت كل الدول العربية التي كانت تتمتع باستقلال سياسي على الأقل عند التأسيس. وكان دائما عندما كنا نقوم بدراسة المنظمات الإقليمية كنا نقارن بين تجربة الجامعة العربية وتجربة الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبية المشتركة التي انطلقت في عام 1951 مع توقيع وثم اتفاقية روما 1958، وكنا نقارن بين ما وصلت إليه دول أوروبا بعد في ظل تجربتها وما وصلت إليه تجربة الدول العربية في ظل الجامعة العربية. إذا كانت القضية المركزية التي تأسست بموجبها الجامعة العربية سنة 1945 هي القضية الفلسطينية، وإذا كان الحديث عن سوق عربية مشتركة، وإذا كان الحديث عن قوات ردع عربية مشتركة، وإذا كان الحديث عن عملة عربية، وإذا كان الحديث عن مواطنة عربية، فإن النتائج حتى الآن صفرية وبامتياز، فلم يتحقق أي هدف من أهداف جامعة الدول العربية. بل إن أحد أهداف جامعة الدول العربية وأحد الثوابت والمنطلقات التي نص عليها ميثاق الجامعة كان هو احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لم تمنع الجامعة العربية الغزو العراقي للكويت سنة 1990، لم تمنع الدول العربية عشرات التدخلات التي تمت في شؤون داخلية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لم تمنع الجامعة العربية حصار دولة قطر من جانب 4 دول هم أعضاء في الجامعة سنة 2017، وبالتالي حتى في الأزمات البينية بين الدول العربية وبعضها أخفقت الجامعة في إدارة هذه الجامعات. الجامعة العربية الآن المفترض أنها أيضا من بين أهدافها الأساسية الحفاظ على السلم والأمن العربي. يكون السؤال أين الجامعة العربية مما يحدث في ليبيا؟ أين الجامعة مما يحدث في السودان؟ أين الجامعة مما حدث في سوريا لمدة 10 سنوات؟ لم تقف الجامعة ولم تصدر تصريحات وبيانات تندد بالجرائم التي ارتكبها بشار، وكانت تكتفي في كل اجتماع بأنها تندد بالتدخلات الخارجية وتركز تحديدا، لم تكن تتطرق للتدخلات الأمريكية أو الروسية أو الإيرانية، ولكن كانت تشير بامتياز فقط إلى التدخلات التركية. وبالتالي هنا الأمر من وجهة نظري أن هذه العودة لا قيمة لها رغم الجدل الكبير حولها، لأننا بالأخير نتحدث عن عودة بين قوسين شخص شديد ارتكب الكثير من الجرائم في حق شعبه أولا إلى كيان ميت أو جسد بلا قيمة ممثلا في الجامعة العربية. طيب ما هو الحديث الفاينانشال تايمز بتقول يا دكتور أن بشار الأسد عاد دون تنازلات، يعني ما هو الثمن الذي حصلت عليه السعودية، مصر، بلدان أخرى كانت على خلاف مع بشار الأسد أو كانت رافضة لعودة بشار الأسد ووافقت على عودته هذه المرة؟ احنا عندنا تاريخين مهمين جدا يا دكتور. التاريخ الأول هو 12 نوفمبر 2011 الذي صدر فيه قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وهذا القرار كان في مقر الجامعة بالقاهرة. والتاريخ الآخر هو 7 مايو 2023 وصدر فيه القرار 8914 عن مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص العودة. بين التاريخين 12 نوفمبر 2011 و7 مايو 2023 المفترض أن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار الأول في نوفمبر 2011 لم تنتفي. عندما يتحدث عن سيادة الحديث البيان الصادر في مايو يقول أنه نتحدث عن نص البيان الرسمي
الحرص على، أقول لك، الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود لمساعدة الشعب سوريا بالخروج من المأزق. هذا من وجهة نظري هذا نوع من أنواع التضليل السياسي. لماذا؟ لأن أحد الأهداف الأساسية التي سعت إليها بعض الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية من هذه العودة، رغم أن المملكة ظلت للحظة الأخيرة تعارض مثل هذه العودة، وكانت الإمارات هي التي تقود مبادرة العودة بشكل كبير، وقامت مقام المسؤولين الإيراني الإماراتيين بزيارة إلى سوريا، وقام بشار بزيارة الإمارات أكثر من مرة. رغم ذلك الحديث الآن أحد الأهداف غير المعلنة من الجانب المملكة العربية السعودية هو أن عودة بشار إلى الجامعة العربية ومحاولة تحسين العلاقات وعودة العلاقات الدبلوماسية بين بشار وهذه الدول، أحد الأهداف هو محاولة منع تمدد أو الحيلولة دون التمدد الإيراني أو الحد من التمدد إيران في سوريا، وهذا لن يحدث، لن يحدث بمنتهى الوضوح، لأكثر من اعتبار أن العلاقة بين إيران وبشار هي علاقة استراتيجية، ولا يمكن من بالمطلق بالمطلق من وجهة نظري الشخصية أن يفرط بشار في علاقاته الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 40 عاما مع النظام الإيراني، ووقف بجانب إيران أثناء حربها، هذا النظام السوري وقف بجانب إيران في حربها مع العراق 1980 ل 1988، وفي تصريحات رسمية وفي معلومات خاصة ذكرت أمامي من مسؤولين إيرانيين ومن شخصيات إيرانية أن التحالف بين سوريا وإيران تحالف استراتيجي لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن ينال منه. الرد الإيراني على البيان الصادر في 7 مايو 2023 كان زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى إيران وتوقيع 15 اتفاق تعاون مع النظام السوري، وبالتالي هذا الهدف لن يحدث. ما الذي حصلت عليه الدول العربية؟ كانت أحد أهدافها المعلنة وفق البيان هو محاولة الحد من الجرائم التي أو الانتهاكات أو التعديات أو المخاطر نتيجة عدم الاستقرار في سوريا، وأحد هذه المخاطر هو ملف تجارة المخدرات وعبر الحدود السورية أو من خلال المنافذ السورية. البعض ذهب إلى أن العملية التي استهدفت، العملية التي قامت بها الأردن أو الأجهزة الأمنية الأردنية في العمق السوري واستهدفت أحد تجار المخدرات السوريين، كانت في إطار التنسيق الأمني، وهذا أحد مكتسبات قرار عودة بشار. أنا لا أعتقد أن الأمر يقاس بهذه الدرجة، لأن التخلص من أحد تجار المخدرات هو في الأخير أداة من أدوات يحركها النظام، وبالتالي عودة العلاقات مع بشار لن تمنع تجارة المخدرات، ولن تحول دون تأثيره في كثير من الملفات، ولن تحول دون أيضا جميل. ولن تؤدي إلى، أو أن هذه العودة من وجهة نظري لن تؤدي إلى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، لأنها بالفعل ممزقة. طيب، يعني سؤالي الأخير يا دكتور عن كلمة السيسي صباح الغد، هو أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة عن مفهوم الدول الوطنية أو مفهوم الدولة الوطنية. هل نتحدث هنا عن سوريا والسودان أم عن ماذا نتحدث؟ ما هو مفهوم الدولة الوطنية لدى النظام المصري؟ لا، ما هو برضو أصل مفهوم الدولة الوطنية ليس السيسي من يتحدث عنه، لأن إذا كنا نتحدث عن الدول الوطنية، الدول الوطنية محكومة بحدود جغرافية تاريخية مستقرة وراسخة وفق اتفاقيات دولية. هو أول من انتهك هذا البند بتنازله عن تيران وصنافير. الدول الوطنية لا تقف حدودها الجغرافية عند الحدود السياسية المتعارف عليها، ولكنها ترتبط بحدود استراتيجية ترتبط بقضايا الأمن القومي، وقضايا الأمن القومي أول من فرط فيها وانتهكها هو عبد الفتاح السيسي عندما قام بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير. الدول الوطنية لها ثروات يجب أن تكون هناك نظم سياسية تتولى الدفاع عنها، وليس عبد الفتاح السيسي من يدافع عن مفهوم الدولة الوطنية، لأنه أول من فرط في ثروات هذه الدولة وسمح لكل الأطراف الإقليمية والدولية أن تنال من سيادتها ومن استقلالها ومن استقلالية قرار سياستها الخارجية. وبالتالي عندما يتحدث فاقد الشيء لا يعطيه، ولا أعتقد أن السيسي هو الأقدر أو هو الشخص المناسب الذي يمكن أن يتحدث عن سيادة الدول الوطنية، لأنه أول من انتهك سيادة الدولة الوطنية في ليبيا من خلال ميليشياته ومرتزقته الذي قام بتدريبها وتأهيلها، وأول من عبث بأمن السودان من خلال أيضا القوات التي أو الأطراف التي انحاز إليها، وأيضا من خلال عبثه وانتهاكه لقدرات وسيادة الدولة المصرية. وبالتالي الحديث الآن أعتقد أنه حديث
من لا يعي أو من لا يفهم فيما من لا يملك القدرة أو من انتهك في مفهوم السيادة الوطنية. السيسي لمدة عدة سنوات من 2015 حتى 2021 كانت له علاقات شديدة القوة مع نظام بشار وعلاقات صحيح. أمنية واستخباراتية، وبالتالي وعندما عرضت فكرة عودة بشار ظهر عليه نوع من أنواع التحفظ، وكأن الأمر كان مرتبط بمناكفات سياسية ومساومات سياسية مع بعض الأطراف الخليجية الراغبة في إتمام هذا التوافق. السيسي أيضا، أين دور السيسي فيما يتعلق بالوضع في العراق إذا كنا نتحدث عن سيادة دولة وطنية؟ أين دور السيسي فيما يتحدث عن السودان التي هي عمق استراتيجي وأمن قومي للدولة المصرية إذا كان يتحدث عن مفهوم الدولة الوطنية؟ أين دور السيسي فيما يتعلق بليبيا وهي عمق استراتيجي للدولة المصرية، وهو الذي يسعى إلى تقسيمها بدعمه لخليفة حفتر في الشرق حتى لو كان الأمر على حساب وحدة الأراضي الليبية وسيادتها واستقرارها؟ وبالتالي هذا المفهوم نوع من أنواع التضليل السياسي الممنهج الذي يمارسه هذا النظام في كل الملفات سواء كانت ملفات داخلية أو ملفات إقليمية أو دولية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب.